after 28 years, I think it's especially for this generation. All the people, they will remember us after we retire. Omar Gaber, Egypt. I'm so proud that I will represent my country and my national team in the World Cup. It's a big honor to represent your country in the World Cup for sure. So I'm so happy and I'm so excited as well. أكيد طبعاً كان حلم المصريين ولينا كلنا إن إحنا نوصل كأس العالم بعد 28 سنة. فالحمد لله جالنا يعني opportunity أو جالنا يعني chance إن إحنا إن شاء الله نصعد. فالحمد لله صعدنا وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة هناك. Most of the players in the national team now they played big competitions, but it's the first World Cup for us as well, so it will be a different emotion, but it will be, I hope and I'm sure that it will be like a good spirit for us. بيبقى طبعا فخر لينا كلنا ان احنا نسمع نشيد بلدنا في بطولات كبيره وده بيبقى مسؤوليه كبيره علينا طبعا ان احنا شايلين اسم بلد كبيره زي مصر. فان شاء الله نبقى على قد مسؤوليه المصريين وعلى قد المسؤوليه هنعمل حاجه كويسه وانا متاكد ان شاء الله ان احنا هنروح حته بعيده يعني في كاس العالم. It was a dream for me and for all the players that we in Egypt that we qualified to the World Cup. هو أكيد كان حلم من يمكن من وأنا صغير من ساعة ما اتولدت ما شفتش منتخب بلدي في كأس العالم فكان كل كأس العالم بيعدي ومنتخب بلدي مش موجود فيه الواحد كان بيبقى حزين وكان طبعا بيبقى نفسي منتخب بلدي يبقى موجود فيه فالحمد لله يعني يمكن ربنا كان شايل حاجة كويسة ان نصعد وابقى جزء من المنتخب وجزء من الفرقه فالحمد لله طبعا على الحلم دوت وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه هناك.